اليوم جينا كنستنكروا هاد السلوكات اللي كيمارسوها واحد المجموعه، واحد الفئه اللي ما كتعداش 32 شخص من 32 ألف سائق مهني بمدينه الدار البيضاء. انا كشاب مغربي طموح عندي مجموعه من الشواهد العليا، قدر الله ما شاء على انني ما توفقت انني نوجد وظيفه في المجال العمومي، اضطريت انني نخرج نخدم في التطبيقات الذكيه للنقل. هذا القطاع احتضني وفر لي مجموعه من المسائل الماديه اللي قدرت نوفر بها مجموعه من المسائل الاجتماعيه ديالي، من سياره، من شقه، من اعاله ديالي للاسره ديالي. الا اننا الاكراهات الكبرى اللي كنلقاو في هذا القطاع هذا هو وجود بحال هذه المجموعه اللي كتعارضنا. هذه المجموعه هذه اللي كما سبق لي قلت ما كتعداش 32 شخص من 32 ألف واحد من السائقين المهنيين اللي كاينين في مدينة الدار البيضاء. هاد الناس هادو كيديروا سلوكات خطيرة، من بينها الاستدراج والنصب الكمين، ومن بينها إثارة الفوضى في الشارع العام، وكينتحلوا صفة ينظمها القانون إلى حين حضور الشرطة. هذا الأمر هذا ماشي قانوني. هاد الناس هادو ولاو تيمارسوا واحد السلطات اللي لا علاقة لهم بها، سلطات اللي عندها جهة اللي مختصة بها. احنا من هذا المنبر كنطالبوا من السلطات وكنطالب من اعلى السلطة من البلاد على ان هاد التطبيقات الذكية فارضة الوجود ديالها في الميدان. هاد التطبيقات الذكية راه تتحيد واحد الفئة كبيرة ديال الشباب العاطلين عن العمل. تخيلوا معايا لو ان هاد التطبيقات الذكية لو تعمت في المغرب كامل، شحال ديال الشباب العاطلين عن العمل غادي نخدموا فيها. إذن الأمر ولا فارض الوجود ديالو على أرض الواقع، فحال الوقت أننا نوجدوا واحد الإطار قانوني تنظيمي اللي غينظم لنا هاد المعضلة، وما نبقاوش نتعرضوا لهاد السلوكيات من هاد الفئة. الناس كيطلبونا، يعني هذاك الأوضاع فاتت الحد. هاد السلوكات ديال واحد العدد ديال نقولوا البعض ديال سائقي سيارات أجرة فاتت الحد ديالها، لأن الناس يعني الناس صحاب التطبيقات كيخدموا بواحد طريقة اللي هي قانونية مع هاد لابليكاسيون، رغم اننا حاليا باقي ما خديناش التقنين، ولكن كاين واحد ستاتيو عند الشركه اللي اي واحد قبل ما كيخدم في التطبيق ضروري عليه انه يدخل لواحد الايميل اللي كيجي عبر هاد الشركه هادي، كيشوف واحد لو دوكيمون كيقراه كيوافق على دوك الشروط وكي اوتوماتيكمون كتطلق ليه لابليكاسيون كيخدم. يعني هنا شركه كما غنسموها قانونيه، وكاينه في دول العالم بأسره، كاينه في بريطانيا، في امريكا، في الولايات، يعني في فرنسا. ولكن المشكل هو ان هنا كنعيشوا واحد الاوضاع شويه صعيبه، وهذه الاوضاع مع بعض السائقين المهنيين اللي ولاو كيعترضوا هذه السيارات بواحد الشكل اللي هو خطير. حنا بغينا هذه السلوكات تحد، حنا بغينا السلطات تقنن لنا هذه المهنه، لان كما كنقولوا بان الناس هما اللي كيطلبوا هذه الخدمه. راه ماشي كنجيو للشارع العام ونتزاحموا مع الطاكسيات، لا، المواطن كيطلبها لان لقى فيها الشروط والسلامه، لقى فيها داك الشيء اللي هو بغى. فلهذا كنطلبوا من السلطات انها تدخل وتقنن لنا هذه المهنه، لان واحد العدد ديال الناس كيشتغلوا فيها وراه عياو عياو، ولا فيهم الرعب من طرف هاد بعض النقابين وبعض السيارات الأجرة.